تواصل وزارة الداخلية تكثيف تواجدها الأمني والمروري على الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط المروري وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. نظرا لما تشهده الطرق من كثافات وأحجام مرورية عالية خلال أيام العيد، كثفت وزارة الداخلية من تواجدها الأمني على هذه الطرق وفي مقدمتها المؤدية إلى المدن الساحلية لتوفير الأمن لمرتاديها وبث الطمأنينة في نفوس المسافرين. دايما مصر بخير وأمان بفضلكم. كل سنة وانت طيب يا ريس، ويا رب كده بخير ودايما في تقدم، ودايما الطرق الجميلة دي مكملين فيها يا رب. ومع ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من إقبال، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على الطريق الساحلي وأمام القرى السياحية على مدار اليوم. إلى جانب دور هذه الخدمات في تحقيق الانضباط المروري، فقد قدمت التهنئة للمواطنين بالعيد، وتم تبادل التهنئة ما بين المواطنين ورجال الشرطة. كل سنة طيبين الأول، وربنا يوفق شرطتنا وربنا يوفق الرئيس بإذن الله. عيد سعيد عليكم كلكم وعلى مصر كلها، وإن شاء الله نبقى دايما بخير. كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود خلال العشر سنين اللي فاتت، اللي عمل فعلا نقلة نوعية في مصر وفعلا نقلها من مرحلة لمرحلة تانية. بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك فيه بجد في اللي هو عمله في البلد. نشكرك على المجهودات اللي مقدمها لنا الفتره اللي فاتت، والله التطورات في البلد خطيره يعني، شكرا جدا. الخدمات اكدت على مرتادي الطرق ضروره الالتزام بالتعليمات المروريه بخاصه السرعات المقرره لكل طريق، والتي يتم متابعتها الكترونيا من خلال شبكه ضخمه من الرادارات وكاميرات المراقبة المربوطة بغرف العمليات المركزية حفاظاً على الأرواح والممتلكات. رصد الحالة المرورية على الطرق إلكترونياً بالتوازي مع وجود الخدمات والارتكازات الأمنية يحقق مزيداً من الانضباط المروري والحفاظ على أمن الطرق وأمن مرتاديها.